هياخد له 1,000,000 جنيه واللي هياخد له عربيه بالملايين لـ8 من طلاب اوائل الجمهوريه كلهم من عنده، واقل طالب فيهم هياخد له موديل السنه من العربيه. مفاجاه مدرس شهير لطلابه الاوائل في الثانويه العامه. انا هنيد محمود، وتعالوا معايا نعرف ايه الحكايه. 8 من طلابه طلعوا من اوائل الجمهوريه في الثانويه العامه، وهيجيب لهم عربيات بالملايين، مفاجآت ملهاش عدد. مدرس الجيولوجيا ماجد امام بيفاجئ طلابه اللي طلعوا من الاوائل بتصرف غير متوقع. تعبتوا معايا طول السنه ولازم اكرمكم. ماجد امام، او زي ما الطلاب بتقول عليه بابا الشغلانه، مدرس الجيولوجيا الشهير، تعبته ما بيفوتش سنه غير ما يفاجئ طلابه الاوائل في الثانويه العامه بهديه مكافاه ليهم على تفوقهم وتعبهم معاه على مدار السنه. زي ما حصل السنه اللي فاتت وجاب عربيه هديه للاول على الجمهوريه من طلابه، السنه دي بيحضر لمفاجاه كبيره في انتظار الاوائل. ماجد اعلن عن المفاجاه دي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال في منشور ليه: ابطالي في كل الجمهوريه اللي نجحوا وفرحوني بتعبهم ومعافرتهم معايا لاخر لحظه، فخور بيكم جدا فوق ما تتخيلوا. والله ربنا يديم الفرح في قلوبكم وتكملوا باقي احلامكم على خير. ما تنسوش تفرحوني بدرجاتكم علشان اجهز لكم حفل تكريم تليق بيكم وبمجهودكم معايا طول السنه. وقال كمان نجد ايمان في منشور تاني ليه على حسابه: الحمد لله 8 من اوائل الجمهوريه متابعين معايا على منصه جيو ماجد ايمان، فرحتي بيكم لا توصف والله يا حبايبي، تعبتوا وعافرتوا وسعيتوا معايا كتير لحد ما وصلنا لافضل نتيجه، عاش ليكم بجد، واستنوا مفاجآت كتير الفتره الجايه مع طلابي اوائل الثانويه العامه وباقي الطلاب المتفوقين من كل محافظات مصر باذن الله. وهنا كان سؤال الطلاب للمدرس الشهير: هل هيكون في عربيه ثانيه لطلابه؟ وهل هتكون الجوائز على نفس المستوى اللي كان بيعمله على مدار السنين اللي فاتت؟ مش بس كده، لكن الطلاب كمان اتكلموا عن تعامل المدرس معاهم وازاي كان سبب تفوقهم على مدار السنه الدراسيه، وقالوا احسن مدرس هو جيو ماجد امام، بتبسط لنا المعلومه لحد لما نفهمها، وحقيقي حضرتك ما قصرتش في حاجه، وربنا عالم مجهودك قد ايه. ربنا يكرمك ويوفقك ويجازيك على تعبك طول السنه، اللهم امين. هتوحشنا جدا، اشطر مدرس ودايما بتعاملنا على انك والدنا، ربنا يوفق حضرتك وشكرا على كل حاجه عملتها عشاننا. ماجد امام اتكلم قبل كده عن سبب اللي بيعمله مع طلابه، وقال: الهديه هي تحفيز وتقدير للاوائل، وفرصه لكل الطلاب اللي هيعافروا في اخر لحظه ويطلعوا من اوائل الجمهوريه باذن. لكن دي مش المرة الأولى اللي يتصدر فيها ماجد إمام الترند. السنة اللي فاتت وعد وأوفى بهديته للأول على الثانوية العامة وجاب له عربية بـ1,000,000 جنيه، وكتب منشور على حسابه وقال: عربية هدية لأول الثانوية بفضل ربنا زي ما وعدنا ووفينا السنين اللي فاتت. بنكمل وعدنا مع دفعة 2024، العربية مقدمة للأول على الثانوية العامة شعبة علم علوم فقط، ويتخطى سعرها 1,000,000 جنيه، وهقدمها للطالب في حفل كبير.